جاهدوا دفاعا عن أمتكم المسلمة في كل مكان، واحملوا همها، واجتمعوا واتحدوا وتعاونوا، ولا تتفرقوا وتتشتتوا وتختلفوا، كونوا صفا واحدا. في هذه الرسالة المؤرخة في 20 من شهر مارس أذار 2018 يتوسل الظواهري المتطرفين للبقاء كجبهة متوحدة، ما يعني أن الظواهري نفسه مدرك وقلق من انقسام أتباعه على أسس عرقية. في السابق دفع بن لادن أموالاً للبقاء على الوحدة حفاظاً على صورة تنظيمه وإعطاء صورة متماسكة للقاعدة، وفي محاولة لتقليد ما كان يفعله بن لادن سابقاً يكرر الظواهري فكرة الوحدة كالببغاء، بينما يحاول إخفاء التصدع الذي يحدث داخل التنظيم. وأن نجتمع جميعاً متحدين حول كلمة التوحيد، نخوض جهاد الأمة من كشغر حتى سواحل الأطلسي، ومن قمم القوقاز حتى الصومال ووسط إفريقيا. بالرغم من بذل بن لادن والظواهري جهودا لإخفاء حقيقة بنية التنظيم المتصدعة، فقد كانت بنية التنظيم يتآكلها الانقسام العرقي، الجزرويون والمصريون في أعلى الهرم، ويتبعهم العراقيون والأردنيون والسوريون واليمنيون والمغربيون. ليس هذا فحسب، بل كان الانقسام الأكبر بين العرب والأفارقة والأفغان والأسيويين. ومن أبرز المصريين كان الظواهري وأبو الخير المصري وسيف العدل وأبو محمد المصري، هم احتكروا السلطة داخل تنظيم القاعدة منذ وفاة بن لادن الذي احتكرها من قبل. اللي أسس تنظيم القاعدة إحنا، إن إحنا المصريين إحنا اللي أسسناه، اللي هو أيمن الظواهري وأبو عبيدة البنجاشيري وأبو حفص المصري وعادل فارس وأنا وسيد إمام والله يرحمه سيد موسى العقيد اللي حط التدريبات بتاعة القاعدة. جيب أسامة بن لادن خدوا على الجاهز، لأن الإخوة قالوا إحنا نبيع بن لادن أمير العرب بعد ما عبد الله عزام منع عنهم الفلوس. فهي العرقيات والقبائليات قوية جدا وأقوى من ما تتخيل.